خمسة على نجمة. السلام ومرحبا بكم الناس الكل مرة أخرى عبر موجات راديو ميد في استاد ميد مصين معاكم للخمسة متاع العشية. نذكركم اليوم الخمسة متاع العشية مقابلة السوبر الأفريقي بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري. نذكركم كذلك تحلوا باش فيسبوك متاعنا راديو ميد تونيزي تلقاو فبليكاسيون فيها أسئلة تكتبوا الإجابة متاعكم في كومنتير تعملوا جيم بارتاج تدخلوا قرعة وتكونوا من الأربعة اللي يربح معنا فوتشرز من هداء البيت ديسونسيز. نذكر كالعادة الله يقطعنا عادة حاضر بحذانا في البلاتو على يميني كالعادة عبودة أيمن عبودة في الكونوماسيون على يدي اليسار كذلك المدرب مختار تليلي. مازلنا مش نحكيو برشا كورة المخة أنا مستعد أنا حياتي كلها كورة مازلنا على الكورة مش جاي على حاجة أخرى مازلنا مش نحكيو برشا كورة خاصة مع مقابلة الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري. لكن قبل هذا نمشيو معايا من عبودة في وقت الربح في الدرجي اللعب مع البيت ديسونسيز. درجي اللعب مع بيت ديسونسيز مع بيت ديسونسيز لعبك مضمون وربحك مضمون. كما سمعتوا مع البيت 216 لعبك مضمون وربحك مضمون دونك هذا السلوغان تاعنا ولذلك احنا ديما نعطيكم دريجين من وقتنا باش نعطيكم يعطيك الصحة بيانسور نعطيكم النصائح ونتمنى لكم الربح بيان ايفيدامون. كما تعرفوا ديما نعطيكم الاقرب للوجيك ما نحبوش نتفلسفوا على خاطر قربوكم للربح. بعد كل واحد عينه ميزانه نعرفوا العباد اللي تلعب في لي سي دو باري سبورتيف خاصة البيت 216.1 عباد تبع كورة تفهم كورة دونك احنا ديما نحاولوا نعاونوا باللي نعرفوه وبالاقرب للمنطق ما نحبوش نتفلسفوا. باه نبداو بالمباراة الأولى اللي هي في الكالتشو الإيطالي أتلانتا تستقبل روما نهار السبت 9/4 متاع الليل. دونك أتلانتا في بلادها 1-83 ليكس 4-23 وروما 3.81 أون ديبلاسمون. عطيتكم الشيء بتاع أتلانتا أتلانتا في فورما أتلانتا سنة عام معناتها بون هي عندها معناتها 3 سنين تو في إيطاليا قاعدة تعمل في ما عملتوش برشا جمعيات أخرين. أتلانتا كاسحة في بلادها رغم أنها معناتها جمع قبل بون اخر تور عملت مع ربحت فيورنتينا في فيورنتينا ولكن قبل فما فوبا صار في بلاده. روما اللي جمع اللي فات خسرت مع بولونيا 3-2 زاد روما قاعده تمر تو بفتره صعيبه شويه دونك هذاك اخترت لص الشيح نتاع اتلانتا 1-83 اسامي كبار كيما زاباتا القدام كيما اليتشيتش كيما جوريت اللي تنجم تعمل بابو غوميز زاد الارجنتان جوريت تنجم تعمل فرق خاصه في دفاع روما اللي ظهر لنا موش في فورما خاصه بسمولينك تو. فما اللي يحب يلعب الضمان فما لا 6 نتاع اتلانتا كيف كيف زاد متى اتلانتا ما تخسرش ميعطيك 1-28 كوتا وفما جي جي نعرفوا لي روما زاد بتزيكو ممكن يزيد نجم تماركي في اتلانتا معناتها مش حاجه صعيبه بالنسبه للاتاكون كيما تزيكو مختارين رينا يلعب الجمعه اللي فات الجمعه اللي فات ورينا معناتها اللي هو اللي سجل هدف من زوز اهداف تاع روما دونك جي جي وارد داير كوتا مش كبيره ياسر 1-43. المباراة الثانية تقدمها في الكالتشو قمة الكالتشو تو الثالث كونتر الثاني دونك لاتسيو 2-36 في بلادها ليكس 3-53 والإنتر 2-95. الماتش هذا يتلعب نهار الأحد 9/4 متاع الليل لاتسيو في روما قلنا 2-36 كوتا باهية هي ولكن نجموش نحطوا لاتسيو لا شوية بلس صعيبة شوية المباراة الإنتر ماهيش صعيب تو خاصة بالفوري نتاع الربح نتاع الدربي الجمعة اللي فاتت لأن كيف قلبت من اثنين بلاش تقبل أرا اثنين في ميتون دونك اخترت لكم لا 6 تاع لاتسيو كوميم لاتسيو ماهيش سهلة لاتسيو تعبت برشا جمعيات في 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 الأولمبيكو لاتسيو الثالثة ماهيش بعيدة جملة على الإنتر واليوفي دونك لا 6 تعطيك 41 جي جي 61 زوج جمعيات عندهم من اقوى لي زاتاكون لو تارو مارتينيز يرجع بالنسبه للانتر المباراه هذه ديجا رجع البارح رجع وقت البارح زاد في الكوب كمل العقوبه نتاع زوج ماتشات نتاعو لاتسيو الناس الكل تعرف ايموبيلي القدام محسب البيتور نتاع الكالتشو ب 25 هدف تو كصدق غريب ولا 26 هدف معناتها فوق ال 20 احسن هداف هذا ما يخلي اللي زوز اتاك لي زاتاك نتاع لي دوز ايكيب هذوما ينجموا يماركيو اي دفاع نتاع اي ايكيب في الكالتشو دونك جي جي وارد 61 ولا نكملوا كما قلنا في طريقة التخمام تاعنا اللي هي لاسيك جي جي تعطيك 2-23 دونك لاتسيو ما تخسرش في بلادها والانتر تماركي هي ولاتسيو زوز ماركيو في المباراة هذه. المباراة الثالثة وهي مباراة باش تفرجوا فيها شوية آخر الترجي والزمالك اليوم الخمسة تراشية اخترت لكم الترجي والزمالك الترجي هي اللي تستقبل في البيت 216.1 دونك هي اللص 2-8 كوتا كوتا ممتازة ليكس 3-21 والدو متاع الزمالك 2-96 بيان ايفيدامون اخترت لاشي متاع تونس متاع الترجي 2-8 بيان سور الترجي تمثل تونس دونك 2-8 كوتا ممتازة اللاشي متاع الترجي وإلا
زوج كوتات اخرين اخترتهم لكم اللي هي لا 6 لضمان ترجي ما تخسرش 1.30 1.30 معناتها لا 6 تاع زمان تاع الترجي والا موان كو 2.5 اقل من 2.5 معناتها ماكسيموم زوج اهداف في المباراه تعطيك 1.48 كيما قبيله حكينا حتى مع سي مختار تليلي وكل المباراه تكون تكتيكيه برشا نتصور الزمالك باش تسكر اللعب ماهيش تقبل اللعب ترجي نتصور باش يلقى شويه صعوبات دونك تصورش تكون مباراه باش تكون هكا اللي فيها برشا اهداف خاطر نتصور الزمالك عارف مش نقولوا عارف امكانياته بارابور للترجي هذا في الفتره هذه نتاع الترجي دونك تصور مباراه تكون وارده جدا باش ما تكونش فيها برشا اهداف 48 موان كو 2.5 مباراه الرابعه في الليغا الاسبانيه بيلباو تستقبل اوساسونا نهار الاحد 6:30 العشيه دونك بيلباو في بلاد 2-0-3 ليكس 3-23 اوساسونا اون ديبلاسمون 4.11 تاع الشيء نتاع بيلباو 2.03 كوتا ممتازه بيلباو في فورما بيلباو تاع معناتها حتى في الكوب قاعده تترشح دونك لاس شيء نتاع بيلباو 2-03 ولا لا 6 نتاع بيلباو زاد يعطيك 1.25 للضمان هذا ولا بلوس كو 1.5 معناتها مينيموم اهداف في المباراه تعطيك كوتا ب 1.50 مباراة الخامسة في الدوري الفرنسي ليك اون بوردو تستقبل ديجون نهار السبت 8 متاع الليل بوردو في بلادها 1.84 ليكس 3.42 وديجون في بوردو تعطيك كوتا ب 4.81 اخترت لاشيان تاع بوردو بوردو في فورما كبيرة معناتها قاعدة تعمل في ماتشات ممتازين ديجون رينا ديجا مازالت كي خسرت 1 الجمعة ضد بي جي دونك ديجا عندهم 90 دقيقة في ساقيهم دونك لاشيان تاع بوردو وارد جدا 1.84 ديما كيما وديما نقولوا نعاودوا بالنسبة للضمان والعباد اللي تخاف من لاشيان باش تلعب لا 6 بوردو ما تخسرش ديجون في بوردو تعطيك 21 كوتا مش بيريس والا نلعبوا اونتر 1 و 3 بوت ما بينات بونتو وثلاثة ما يفوتش معناتها ما يزموش يشوفها ما يزموش يشوفها سرسر المباراة هذي ما يزموش تفوت ثلاثة أهداف مجموع الأهداف في المباراة 1.39 كوتا نختموا البيت 216.1 اليوم بالمباراة الأخيرة اللي تلعب اليوم في الليل زادة نهار الجمعة 9 متاع الليل من البريمير ليج وولفز تستقبل ليستر دايك وولفز بلادها 2.50 ليكس 3.27 وليستر بتاع فاردي 2.91 اون ديبلاسمون اخترت لكم لا 6 متاع وولفز ليستر دانيال مومش مع تعمل في الديفو با خسرت شوية نقاط مع خسرت مع سيتي رغم اللي سيتي بيدا ما كانتش زادة ما هربتش كالهربة الكبيرة على ليستر دونك لا 6 نعرفوا خيمينيز وادما تراوري وموتينيو للكرة الثابتة دونك وولفز جمعية بليدة ياسر في بلادها ونعرفوا اللي ما تسيب حتى جمعية اللي حتى جمعية الكبار تعدوا غاديكا كلهم ينتصروا بالسيف يا خسروا يعملوا نيون معناتها ما ربحوش كل ذاك ليفربول دنيا مرة 2-1 ولكن حتى السيتي خسرت غاديكا 3-2 كي صدق ربي نذكر مباراة في 3-2 بين السيتي وولفز في وولفز دونك لا 6 وارد جدا 1.45 جي بين زوج جمعيات كيما نحكيو عليهم ليستر وولفز ليستر فاردي ماديسون بتيليمانس بجواريت اللي نعرفوهم الكل بايوزي بيريز هذا وولفز نعاودو نسميو كالعاده خيمينيز نسميو ادما تراوري موتينيو ديز اتاك فريمون اللي هما ينجموا يماركيو في اي وقت دونك جي وارد 1.70 ماهيش شويه جمله كوتا ممتاز والا كي نجموا زوج كوتات اللي خديناهم قبيله نتاع لا 6 وجي جي خرجوا كوتا ب 2.48 لا 6 جي جي معناتها لولفز ما تخسرش ومباراه زوج ماركيو فيها ليستر ولولفز مينيموم توفى 1-1 هذايا وخاصه لولفز ما تخسرش فيها المباراه هذاش كان عندنا اليوم امير في البيت 216.1 برجي لا مع بيت 216